في إطار مشروع التعليم والمواكبة عن بعد، مجموعة مدارس نخبة طيبة تكثف الجهود وتضع رهن إشارتكم جميع الوسائل الضرورية التي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه العملية الجديدة. كل الشكر والامتنان إذن للفريق التربوي والفريق الإداري، والشكر موصول كذلك لتلامذتنا الأعزاء وآبائهم المحترمين على تفهمهم، التزامهم وكذا مشاركتهم. السلام عليكم أعزائي تلاميذ المستوى الثاني. لدينا مرجع في رحاب اللغة العربية، الوحدة السادسة، الأسبوع الثاني. لدينا مكون جديد في الإملاء، إذن لدينا الظاهرة الإملائية. في نفس المجال، مجال الحفلات والأعياد، لدينا ظاهرة إملائية تحت عنوان دعم رسم الحروف المتقاربة نطقا، وسنرى حرف الدال والذال. إذن هذان الحرفان يتقاربان في النطق، وكذلك هم يتشابهان من حيث الرسم، إلا أن حرف الدال لا يتوفر على نقطة، بينما حرف الذال يتوفر على نقطة. الهدف من دراسة هذا الدرس تعرف المتعلم والمتعلمة رسم الحروف المتقاربة نطقا، إذن دال وذال. إذا لاحظوا معي أعزائي هذا النص جيدا، سنقوم بقراءته إذن ونركز على الحروف الموجودة بلون مغاير. وصلنا الغابة الموجودة على أطراف مدينتنا. قالت الأستاذة: تعلمون سبب قدومنا إلى هذا المكان؟ أجاب تلميذ: نعم يا أستاذتي، اليوم عيد الشجرة. إذن أثناء قراءتي لهذا النص تلاحظون أننا نقوم بنطق حرف الدال والذال، إذن يتشابهان في النطق. إذن رغم ذلك فإننا ننطق حرف الدال ذال، وحرف الذال ننطقها ذال. إذا لاحظوا كيف تكتب حرف الدال. إذا نصعد بساقية ونصف، دلون كذلك نصعد بساقية ونصف، برد. إذا حرف الدال نكتبه في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة بنفس الشكل. لاحظوا كذلك حرف الدال نصعد بساقية ونصف، قنفذ، أستاذ. دراجة عماد جديدة، ذهب تلميذ لشراء بذلة. ألاحظ وأرسخ رسم الحرفين، إذن حرف الدال والذال. لاحظ الإطار الأول يتوفر على حرف الدال، بينما الإطار الثاني يتوفر على حرف الذال. ديك، دلو، حديد، بعيد، دجاجة، دم، دب، برد. والآن حرف الذال، لاحظوا كيف أنطقها: أستاذ، تلميذ، إذاعة، مذيع، ذئب، قنفذ، ذقن، ذباب. إذن كان هذا هو درس اليوم أعزائي. شكرا على حسن الإصغاء والإنصات، وإلى درس آخر إن شاء الله.